السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح جديد من سلسلة أرباح البيتكوين والعملات الرقمية. معاكم محسن من قناة أندرويد فيجو. شرحنا النهاردة هيكون إزاي تقدر تعمل استراتيجية في موقع ليفل فاصل. وقبل ما أبدأ في الشرح، يا ريت الناس اللي لسه داخلة جديدة على القناة أو مش عارفة الموقع وأول مرة تشوف الموقع، أنا أسيب لكم رابط الفيديوهات اللي أنا كنت عاملها، سلسلة الفيديوهات اللي أنا كنت عاملها للموقع ده. أنا كنت عامل حوالي 3 4 فيديوهات، هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن تحت أو علامة الأي اللي هتظهر قدام حضرتكم. تمام، مش هطول على حضرتكم، بس يا ريت تركزوا قوي في الفيديو ده، لأن الفيديو ده أنتوا هتخرجوا من الموقع هتكونوا من أوائل الناس أو من أكتر الناس اللي هتقدروا تستفادوا من الموقع. هو التركيز كله هيكون على حاجتين بس، اللي هو المايننج جيم والروابط المختصر. تمام، بحيث ان انت تقدر تجمع او تقدر تجمعي اكبر عدد من التوكن او اللي هو النقط، اللي طبعا من خلال النقط دي بتقدر تجمعها او بتحول العملات بتاعتك على الثلاث عملات المتاحه للموقع، اللي هو اللايت كوين والبيتكوين والدوكوين. تمام، بس اول حاجه حابب اشرحها اللي هو الليفل. تمام، الليفل ده مهمته ايه؟ نفتح الليفل واقول لكم كل حاجه. تمام، طبعا انا طبعا ليفل 12 وبيديني 1.2 من 100. يعني ايه؟ يعني واحد بونص، تمام، فاصلة 2 من 100. طيب انت جاي على نفسك ليه يا عم محسن؟ ده الموضوع يعني بسيط مش مستاهل. تمام ماشي، هو مش مستاهل، بس واحدة واحدة لما نسخن مع بعض كده في الفيديو هوريكم ازاي ان الواحد او الاتنين ديت لوحدها بس بالنسبة لي كتير قوي، لان لولاها ما كنتش اصلا جمعت المبلغ ده. تمام، بس اهم حاجه في النقطه دي، طبعا لما اشتغلت على الموقع من شهر 6 2020، طبعا كنت بشتغل زي اي حد لسه جديد في المجال، مش فاهم المواقع دي بتشتغل ازاي وكده. كنت داخل ان انا اجمع نقط واحولها على الفاصل بي او اي محفظه اساسيه، لحد ما جه في بدايه السنه اللي هو 21 لما ركزت قوي في الكلمات دي. طيب الكلام ده معناه ايه؟ هو هنا بيقول لك في الخانه ديت في موضوع الليفل، انا هجيب لكم طبعا الترتيب الموقع بطريقه يعني ايه مبسطه وواحده واحده عشان ايه ما نتوهش من بعض. هنا بيقول لك ان انت ممكن تعمل واحد اي بي اللي هو اكتيفيتي بوينت. تمام، من خلال ايه بقى؟ ركزوا معايا، من اهم يعني من اكتر من اكتر من طريقه، يعني اللي هو ايه الروابط المختصره او الاعلانات او الاوفر ويل او التاسك او الفصل. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو كل يوم دخلت مثلا هنا على الخمس خانات دول اي واحده منهم ده، يعني مثلا انا النهارده دخلت على الروابط المختصره، لو تلاحظوا ان انا داخل مره واحده، ان انا دخلت على اعلان واحد. تمام، واحد. طب ماشي، انت داخل على واحد ليه؟ وازاي قدرت تجمع اصلا ال 200 الف نقطه من رابط واحد؟ ما هي ده الاستراتيجيه. تمام، برضو واحده واحده عشان ما نتوهش من حضراتكم، معلش لو الفيديو هيطول، بس صدقوني انتوا مش هتخرجوا من الفيديو ده لحد ما تكونوا من اساطير الناس اللي اشتغلت على الموقع ده، بس واحده واحده. تمام، هنا بيقول لك ان انت الليفل ده بيساعدك ان انت كل يوم لو انت مثلا بتعمل نقطه، فكل يوم هتعمل الضعف، يعني تاني يوم هتعمل 2 3 4. ده غير برضو نقطه مهمه ارجعها لكم تاني، لحظة واحدة، نروح على الروابط المختصرة. هنا بيقول لك ان انت لو دخلت على رابط تاني، انت خلاص انت دخلت اول مرة زي ما انتوا شايفين الوقت اهو، لو دخلت تاني هنا مثلا في الرابط ده او الرابط اللي جنبه، هنا بيدي لك 160 نقطة زائد نقطتين زيادة. طبعا بالنسبة لكم ممكن تكون قليلة، بس هي مش قليلة، هي كتير. تمام، خصوصا ان انت بتدخل على الرابط ده حوالي 3 4 مرات، واللي جنبه 3 4 مرات او مرتين على حسب يعني ايه اللي انت هتدخله. تمام، فانا دخلت بس على واحد وخلاص، اكتفيت ان انا ادخل بس النهارده على الموقع مره واحده. طب ليه بقى؟ ليه دخلت بس مره واحده؟ طب ليه ما مش قادر يعني مش عايز تخلصهم كلهم وتستفاد والنقط تبقى كتير؟ نرجع بقى للنقطه الاخيره هنا. تمام، نركز على النقطه الاخيره. هو هنا معنى الرساله بيقول لك ان انت علشان تستفاد بالبونص، تمام، وتزود الليفل بتاعك، انت لازم مجبر ان انت تدخل خلال 48 ساعه، يعني يومين. طب لو ما دخلتش مثلا يومين او ما دخلتش 3 ايام، هنا بقى انت كده النقط اللي انت بتبدا تجمعها او اللي انت تعبت فيها في الليفل هنا، مالناش دعوه طبعا بالنقط دي، الليفل بتاعك هتبدا من الزيرو. يعني مثلا وليكن انت جمعت
زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي انا لسه لي 371 نقطه او ضغطه اذا كان اعلان او رابط مختصر زي ما شرحت لكم في اول فيديو. علشان ايه؟ تخلصهم طبعا مع الشريط الازرق ده للاخر عشان توصل لليفل 13. تمام. طب لو انا مثلا ما دخلتش خلال اليومين اللي هو قال عليهم ومن خلاله هبدا زيرو، هل النقط اللي انا جمعتها دي هتروح؟ لا هي مش هتروح، بس انت كده كده بتجمع النقط ما بتروحش. حتى لو انت دخلت على الموقع يوم واحد وبعد سنه ما دخلتش عليه، هو اللي انت جمعته هنا هيفضل. انما هنا هو بيقول لك، وحتى بيحمسك وبيشجعك اللي هو ايه، بيقول لك احنا هنخلي الناس تشتغل على الموقع، وفي نفس الوقت مقابل ان احنا هندي لهم بونص او زياده اكتر من اللي هم بيعملوه. تمام. بمعنى انا واحد من الناس، انا كل يوم بكتفي ان انا ادخل على رابط مختصر كل يوم بس. يعني ليه بقى؟ لاني انا يوم كله بقيت يعني انا مشغول في حاجات تانية او ما بتفرغش طبعا للمواقع كلها، فانا بكتفي جدا ان انا ادخل كل يوم على الموقع. تمام. بحس ان اليوم ما يضيعش عني. طب لو مثلا سقطت يوم او نسيت يوم ما دخلتوش، ما ينفعش بقى انسى التاني، لازم اتشقلب وادخل موقع تاني، على الموقع تاني اقصد. تمام. ولازم ما فوتش، انا خلاص فوتت يوم غصب عني، ما ينفعش بقى اليوم التاني علشان كل المجهود اللي انا جمعته. وبالمناسبه في حاجه عايز اقولها لكم، انا بقالي 3 شهور بالظبط متواصل ان انا اقدر اجمع الـ المبلغ اللي انا بقول لكم عليه، بحيث ان هو يريحني قدام ان انا اصلا ما بشتغلش على الموقع، بالرغم ان انا في الثلاث شهور اللي انا فهمت فيهم الموضوع اللي انا جاي اشرحه لكم. تمام. وطبعا لسه ما خلصناش الشرح كله. تمام. انا خدت 3 شهور كنت بطحن نفسي. ليه؟ علشان بعد الطحن ده او بعد المجهود اللي انا بعمله واحده واحده، ان خلاص بقى يعني هو فعلا بيقول لك اتعب وفي الاخر هترتاح. بس طبعا في مجال البيتكوين او الارباح من الانترنت او الارباح عموما، انت ما بتشبعش، خصوصا ان هو اصلا بيدي لك حاجه لا تذكر، يعني حاجات فكه صغيره خالص اقل من السنتات كمان. تمام. فعشان كده انت بتحاول ان انت تدخل على الموقع واثنين وثلاثه واربعه. تمام. انا اسف ان انا بطول الفيديو، بس انا بشرح لكم كل حاجه، بحاول ان انا اشرح بسرعه برضو عشان تفهموا. تمام. دي كانت وجهه نظر في الايه، انك تستفاد بالليفل. كل ما الليفل بتاعك بيزداد، كل ما هنا البونص بيتضاعف زياده. تمام. دي طبعا اهم نقطه لازم اقولها لكم، وده اللي خلتني اوصل لل 200000. طبعا لو جيت حسبت ال 200000 دول، ممكن اكون اصلا كسرت المليون نقطه. بس انا اقول لكم ال 200 نقطه دول اصلا انا وديتهم فين، او يعني حطيتهم فين، في مكان كويس قوي ان انا مسحبش. وفي ناس كتير بتتواصل معايا على الواتساب وانا بتابعها اول باول، انا بتزل عليهم وبقول لهم يا جدعان ابوس ايديكم، بلاش اللي انتوا تجمعوه في الموقع يعني تسحبوه على طول مش اول باول. يعني انت لو جمعت مثلا 100000، اقول لك حطهم فين، وانا جاي لكم طبعا في الشرح اقول لكم حطها فين، بحيث ان انت تستفاد اكتر. تمام. وهي ايه؟ المايننج جيم. تمام. نركز بقى في المايننج جيم، لان ده الشغل كله هو اللي خلانا اوصل لل 200000 واكتر من مليون نقطة. هنا بيدي لك 8 خانات. 8 خانات ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن يعتبر لعبة، بس اللعبة ده عبارة عن ايه؟ ان انت بتشتري 8 كروت شحن، 8 كروت اسف 8 كروت شاشة جوه الموقع. طب كروت شحن ده اللي هي كروت الشاشة ده حقيقية؟ لا، هو يعتبر بس اللي هو يعني زي تعدين، هو تعدين اصلا. اول كارت بيديهولك، بيديلك في الاول، بس هجيبها لكم الاول تاني. هنا انا اشتريت الفيجاس، واشتريت اللي هو الار تي اكس، واشتريت الجي بي واي. تمام. وهنا تلاقي ان انت اول لما بتشتري ب 10000، تمام، ركزوا بقى معايا، اول لما بتشتري ب 10000 نقطه من النقط ديت. تمام. احنا كده طبعا الفيديو كده سخن، وعايزين بقى نصحصح ونركز. تمام. عشان كل اللي جاي بقى الشغل الطحن يعني. تمام. ركزوا بقى معايا. هنا في اول لما تشتري الموقع بيدي لك ايه؟ كارت الشاشه بيدي لك خلال ساعه، في خلال ساعه بيدي لك 35، مقابل ان هو بيسحب بس منك 20 نقطه، 20 نقطه اللي هي هنا. تمام. بيدي لك 20 نقطه من هنا. بس طبعا عشان انا ملفل هنا اخر يعني شحنت الكارت او لفلته لاعلى مستوى. طبعا في كل مستوى انت بتلفل اللي هو بتعمل ابجريد. طبعا هو هيديني خطا، لحظه واحده احل الكابتشا. في كل مره انت بتعمل ابجريد، هو طبعا خلاص هو بيقول لك انت لفلت الاخر ما عادش فيه. تعالى مثلا نعمل الليفل اللي هو ابجريد للكارت الثاني، وبيقول لك انت لما تزوده ب 50000، يعني انت هتعلي، هتبقى مستواك ليفل في الكارت اللي هو الثاني اللي انت جبته
لازم تلفله ب 50,000 نقطة من اللي انا مجمعه، مقابل ان هو يدي لك في الساعة 264. طب هياخد كام بقى؟ هياخد 87. انتوا متخيلين ان هو بياخد قليل وبيديك الضعف؟ فهي دي استراتيجية انا عايزكم تركزوا فيها قوي، تمام؟ واصلا الفيديو ده انا عامله عشان اعرض لكم ان انا تالت كارت شاشة اشتريته داخل الموقع. فطبعا ال200 دول ان شاء الله هيبقوا 500,000، والنص مليون لما اشتري مثلا الكارت التاني اللي انا طبعا مش ععارف حسابه كام، او اقول لكم سعره هيبقى كام. بس واحده واحده احنا مع بعض. بس الاول فكره التعدين اللي هو هيخليك بتجمع وانت فعلا نايم، او انت نايمه مثلا وسايبه الموقع شغال او ما بتفتحوش، تمام؟ هو فكره التعدين، تمام؟ بنعمل يعني بنشحن كارت عشان يقدر بقى ايه ياخد ويدي. بنعمل مثلا ممكن نسحب من هنا اللي هو ال 5000 نقطه هيطلعوا هنا، تمام؟ نعمل اوكي، هيزدادوا هنا زي ما انتم شايفين. بيبدا بقى بنعمل يعني بنشحنه، بنقول له اشحن لنا من ال 14,000 اللي احنا مجمعه هنا. نعمل اوكي، ونلاحظ ان هو هيسحب من فوق بقى 9,000. طيب الباقي راح فين؟ الباقي راح هنا. مجرد ما هي العد التنازلي ينزل اللي هو كل ساعه هيسحب 500. طب اللي هو هيسحبه 500 من هنا هيديني فيه مقابل كام في الساعه؟ هو بيسحب 588 وبيديني في الساعه، يعني اللي هو سحبه بيدوني 100، بيديني 1061، تمام؟ احسب بقى يعني كل 588 لحد ما الشريط ده يخلص زي ما انتم شايفين ده، تمام؟ لحد ما يخلص بنبدا نشحن مره واثنين وثلاثه. حلو الكلام لحد هنا، كويس. نبدا برضو نشحن هنا. هو هنا بقى في كارت الشاشه علشان هو ليفل بس واحد، يعني عشان احنا في المستوى الاول، بيدينا في الساعه او بياخد مننا في الساعه 45 مقابل ان هو بيدينا 85. طبعا مش حاجه بالنسبه لده، بس ده لو لفلناه اصلا للمستوى 10. هنا مدينا 30، هنا مدينا 10. طب ليه مش مدينا 30؟ ما هو انت اصلا عشان تعمل ابجريد، هتشوف دلوقتي، عشان تعمل اصلا ابجريد ب 50,000 مش ب 10,000 عكس ده. انت انا عشان تلفل كل مستوى بياخد منك 10,000. هنا في الكارت الشاشه الثاني في كل ليفل بتاخده بيقول لك احنا هنسحب 50,000 نقطه. انتوا متخيلين انتوا محتاجين تشتغلوا على الموقع ده عشان تجمعوا اصلا الفكره ديت، تمام؟ فاحنا الوقت هنعمل ابجريد، بس انا مش طبعا مش هعمل ابجريد عشان انا هشتري كارت شاشه ثالث، فاهم قصدي؟ بحس ان انا اخلي اضعاف الربح اللي انا بعمله يكون بصوره يعني ايه بطريقه صاروخيه. هنسحب، هيسحب طبعا مننا اهو، يعني هو سحب ال 360 من ال 9,000، بقى معانا 9,000، تمام؟ ده اهم نقطه ان انا كنت بقول لكم عليها. يا ريت لو انتم مش فاهمين، يعني انتم مش قادرين تفهموا، انتوا ممكن تفتحوا الخانه ديت، تمام، وتترجموا الصفحه وانت هتفهموا كل حاجه. طيب النقط دي خلصت خلاص، يعني هي خلصت والتعدين كده هيقف. هتضطر بقى انت تجمع من الروابط المختصره، الاعلانات، الفاصل اللي هو السنبور، او من المواقع الخارجيه، او المهمات اللي بيديها لك. فطبعا هتتذل في الاول. لا، الموضوع بسيط. انت عندك نقطه مثلا، نقط هنا، كل اللي عليك هتعمله انت بتعمل باي او بتشتري نقط. احنا طبعا قلنا ان احنا معانا مثلا 229 230,000 نقطة. احنا مثلا هنحط 100,000 بحيث ان احنا يبقى معانا 100,000، 130,000. بس طبعا زي ما قلت لكم انا مش هشتري نقط، انا اخلي النقط عشان هشتري كارت شاشة تالت، وده غرض الفيديو، تمام؟ معلش هو الفيديو طويل، بس الفيديو ما فيش اي حاجة مش مفيدة. لو انتم مثلا تهتوا من الكام حاجة اللي انا قلتها لكم، فياريت حتى تركزوا في الجزء بتاع المايننج اللي هو كارت الشاشه، اللي هي الصفحه اللي انا بشرحها لكم دلوقتي، لان هو ده السر اللي خلاني اعمل الارقام ديت. وطبعا عملت اكتر منها، تمام؟ انت لو جيت حسبت في ال 30 مره اللي انا لفلت فيها، يعني انا جمعت 30,000 في 30,000 في 30,000، يعني الموضوع ما كنتش بقف خالص، تمام؟ هنشتري بقى كارت الشاشه اللي هو التالت. كارت الشاشه التالت بكام؟ ب 150,000، يعني هيبقى معايا اقل من 50، تمام؟ هنا بقى بيقول لك انت لما تشتري الكارت التالت هيدي لك 210 مقابل ان هو ياخد بس منك 95 في الساعه. طبعا يعني هو في الساعه هياخد منك 95، وبعد ما الساعه تخلص هيديك 210. هنشتري يعني برضو ال 150 عشان الكارت اللي هو ب 150 زي ما انتم شايفين. هنا هيقول لنا هنسحب منك من هنا فوق، هو واللي هو هيظهر لنا دلوقتي، هيسحب منك في الساعة 95 وهيدي لك مقابل 210.
طيب علشان الكارت نشحنه اصلا للاخر، هو هياخد كام اجمالي من هنا؟ هياخد 760. دي طبعا في الليفل واحد. انتوا لو تلاحظوا معايا، ركزوا بقى في اللي جاي ده. هنا بيقول لك عشان تشحن الكارت من اوله لاخره بتشحنه 30 مره، والتاني بتشحنه 10، والتالت بتشحنه 8. الله، هو بيزداد ولا بينقص؟ لا هو بينقص، بس في حاجه، النقص ده او النقص اللي هو القليل، لو جيت عملت مثلا ابجريد اللي هو عايز تلفله، هتلاقي بيقول لك في كل مره هتلفل من مستوى للتاني للتالت لحد طبعا المستوى الثامن، هياخد منك في كل مره كام؟ 150 الف نقطه. يعني انتوا متخيلين؟ يعني ما يغركوش ان هو قليل، ما هو القليل ده اصلا يعني هيشفط النقط اللي عندك في لحظه. يعني بقى معايا 79 79 الف نقطه من اصل 230، انتوا متخيلين؟ بس كل ده مش هيروح على الفاضي. ال 200 اللي انا وريته لكم دول ممكن في اسبوع يبقوا نص مليون. انتوا فاهمين الفكره ايه؟ انا ما برميش فلوسي او ما بسحبش، ما بفرحش ان انا جمعت مثلا مليون نقطه فبسحبهم بقى اذا كان على اللايت كوين او البيتكوين او الدوكوين. لا 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 لا، انا مش طماع، انا او مش مستعجل او مش قلقان من الموقع. بالمناسبه يا جدعان، الموقع من 2018، وطبعا ده اللي انا شرحته في موقع قبل في شرح قبل كده، من 2018 لحد 2020. والموقع ده اصلا من افضل وانضف واحسن المواقع اللي انا اصلا اتكلمت عنه، واكتر في واكتر موقع اشتغلت شرحته واتكلمت عنه، برغم ان هو الفيديو الوحيد اللي كانت سبب ان كان ممكن قناتي تتقفل بعد 5 سنين، متخيلين؟ بس برضو مش هبطل اوقف في الكلام عن الفيديو ده، عن الموقع ده، اسف. تمام، طيب نروح بقى للنقطه الاخيره اللي هي نشحن الكارت. نقول له خد اللي ايه ال 760 نقطه اللي انت عايزهم من 900. تمام، من ال 9000 بقى معانا 8000. طبعا النقط بتبدا تخلص، اعمل انا ايه بقى؟ خلاص انا ما كنتش محتاج النقط اللي فوق، انا مش عايزهم، نشحن بيهم اللي هو نشحن النقط، نقول له مثلا خدهم مش عايزهم، كده كده هيجوا له اصلا وهيجوا له الضعف. بقى معايا كام؟ 432. الله انت مجنون يا محسن، في حد يكون معاه النقط دي ويحطهم برضو في الموقع؟ طب ما تسحبهم في اي موقع بدل ما الموقع يقفل. والله دي واحده اتكلمت معايا وقالت لي انا بحب اسحب على طول علشان الموقع ممكن يقفل. ايوه بس ده مش موقع تحت السلم، لان برضو بالمناسبه في حاجه انا كل فتره لازم اعتذر فيها. تمام، ان انا في بدايه اول لما بدات اتكلم على المواقع المربحه والبيتكوين والكلام ده، انا طبعا بعتذر وبتاسف، وكل مره اعتذر واتاسف ان انا في بدايتي او من الحماس دخلت وطبعا دخلت على مواقع كتير قوي كانت مشبوهه وكانت نصابه، والمواقع اللي ما كانتش نصابه بس قفلت، والمواقع اللي انا اصلا سحبت منها كتير قوي واتقفلت. تمام، بس في فعلا مواقع لحد دلوقتي في القناه هي طلعت نصابه، بس انا ما اقدرش امسحها علشان التعليقات اللي كانت ايجابيه، تعليقات انا ردودي كانت ايجابيه على تعليقات كانت سخيفه ومش وما كانتش محترمه. تمام، والغرض ان انا كنت سايب الفيديوهات علشان الناس لما تيجي تدخل تشوف رد فعل مع الناس. طبعا اعتذرت واتاسفت، واي حد كان بيدخل بيسالنا هو الموقع ده حقيقي ولا نصاب، كنت على طول برد بلاش تدخل على الموقع، الموقع مش كويس. طب ليه مش عايز تمسح الفيديو؟ دي موضوع خاص كده يعني انا سايبه لوقته. تمام، ده اهم نقطه اللي انا كنت عايز اقولها لكم في الفيديو، ان انت كل لما تسيب، يعني انا دلوقتي انا هسيب الموقع هو يشتغل، اصحى الاقي مثلا ال 230 الف نقطه اللي انا مجمعهم ممكن اصحى الاقيهم الضعف، مع ان لو جيت ركزت اصلا هتلاقيهم مثلا مش هيكسروا ال 20000 اللي هو 4000 زائد 360 زائد 760. تمام، بس انا ما بكتفيش بكده، انا ان شاء الله لما اشتري ال 8 كروت هبدا طبعا اخليهم كلهم ابجريد للاخر، لان ده هيخليني ان انا فعلا مش هحتاج ان انا ادخل على الموقع. بس في نقطه اساسيه اوعى تغلط فيها او تغلطي فيها، ان هي ايه؟ موضوع الليفل. الليفل ده مهم جدا، ما ياريت بلاش تضيعوا يوم عشان ما تبداوش من الزور. انا هنا ما بتكلمش في النقط، انا بقول لكم استفادوا برضو من الليفل، لان انا فضلت 6 شهور شغال على الموقع، ولما وصلت الليفل واحد بعد ست يعني بعد 6 شهور ولا 3 شهور دخلت على الموقع لقيت الواحد بقى زيرو. الله، في ايه؟ هو الموقع ماله؟ إيه؟ والغريب برضو اللي انا ما كنتش مركز فيه او ما كنتش يعني ما كنتش بالخبره اللي انا وصلت لها في الموقع يعني. تمام، هي ان هنا النقط ثابته،
طب هنا ليه الليفل بيقل لحد طبعا ما قلت اما ادخل بقى على الموقع وفرغت نفسي طبعا بعد 6 شهور. متخيل بعد 6 شهور شغال على الموقع بلاحظ ان هنا الليفل ما بي يعني ما بيزادش عن واحد، الوقت بقى 12 وان شاء الله هيبقى 13 و14 لحد ايه، لحد ما الموقع يتقفل ده لو اتقفل اصلا، بس ان شاء الله مش هيتقفل يعني، كفايه اول مواقع اللي اتقفلت وكانت كويسه تمام. هو انا بس بيقول لك يا ريت قبل 48 ساعه ما تنساش انك تدخل على الموقع بحيث ان انت تستفاد، وكل ما انت بتدخل او بتعمل اصل كل اللي انت بتعمله ايه، انك بتدخل لو يعني مثلا لو انت بتشتغل على 500 موقع، هو بس الموقع عايز حاجه منك واحده بس اللي انا عاملها لك، ان انت مثلا هتدخل على اي موقع اللي هو رابط اللي هو بيديهولك، الموضوع مش صعب طبعا، سهل جدا، يا دوب هتخلص الاعلان بتاعه او المهمه بتاعته. لحظه واحده تحل الكباتشا بس ده يعني، تخيلوا ان انا كل يوم بعمل اللي انتوا حضرتك شايفينه عشان بس حاجه واحده اهو. هو انا بيقول لك 160 زائد 102 ما اعرفش ايه، وانت كده خدت واحده، لحظه واحده، انت كده خدت واحد من الاي بي اللي هو اكتف بوين تمام، بقى معاك لسالك 370 ضغطه، اذا كان بقى اعلانات او روابط مختصره الخ الخ الكلام اللي انا قلت لكم في الاول عشان ما احبش اعيد وازيد في الكلام تمام. والله اول لما ال 370 يخلصوا تمام، 370 ضغطه تمام، انتوا عارفين انا قصدي ايه، المستوى بتاعك هيبقى 13، خدتوا بالكم 400 حاجة و80 في ضغطة واحدة، اداني 160 زائد 102 شوف بضغطة واحدة. فتخيل انت بقى لو انت متفرغ للموقع ده بس لوحده، لو اكتفيت ان انت تشتغل على الموقع ده بس، انت فعلا هتعمل ملايين بمعنى. بس طبعا ده بعد التعب الاولاني اللي انا بقول لكم اتعبوا الاول، بعد كده هتلاقوا الموضوع بالنسبة لكم سهل. انا كل اللي انا بعمله في الموقع عشان بس اريحكم، كل اللي انا بعمله في الموقع ان انا بدخل كل يوم على رابط مختصر واحد بس، واحد يعني الفيديو يعني انا بسجل الفيديو الساعة 1:10 بالليل تمام، وان شاء الله الساعة 2 لو فضلت لحد الساعة 2 او لحد اليوم التاني اللي هو تاريخ 12 معلش تاريخ 31/10 تمام، ادخل على الموقع اللي هو رابط مختصر بس، يعني مش هدخل بقى على الروابط كلها او الاعلانات كلها او السنبور كله او اللي هو المواقع اللي هي المهمات اللي هو بيداني، مش محتاج ان انا اكلك على الموضوع او اطول الموضوع، لا كل اللي انت بتعمله او اللي انت بتعمله ان انت بتدخلي بس، تدخلي على الايرن كوينز شورت اورنز، تضغط على اي اعلان بس، هو ده بس انت بتعمله ليه لحد ما تزداد ليفل. طب انت مثلا نسيت الموضوع وايه، فخلاص انت بقالك اسبوع ما دخلتش على الموقع مش يومين، والله دي بقى دي بتبقى دي حاجه ترجع لك انت، ودي اللي هو انت ايه مش داخل، او انت مش داخله يعني ايه جد في الموضوع، انت مش داخل موضوع الربح ده واخد الموضوع بجديه قوي تمام. بس برضو الموقع مش بيحبطك، ما بيقولكش اللي انت جمعته اللي هو النقط دي بتروح عليك، لا لا اللي انت جمعته موجود، بس هتبدا بقى ايه تجمعه نقطه بنقطه بنقطه، انما كل ما بتزود الليفل كل ما بتزود الليفل النقطه بتبقى 2 وال2 بيبقوا 4 وال4 بيبقوا 6 إيه تمام. بس هي دي فكره الموقع اللي انا بقول لكم، وبعتذر جدا عن الفيديو طول او لو انا عدت وزدت في حاجات كتير تمام، بس صدقوني لو استغلتوا الموقع ده مش هتحتاجوا ان انت تشتغل على موقع تاني، بس طبعا انا مش بقول لكم ما تشتغلوش على موقع تاني، لا في مواقع كتير احلى من بعضها، وهسيب لكم اهم المواقع اللي انا بشتغل عليها يوميا ما بسيبهاش في الديسكريبشن. ويا ريت لو عجبك الفيديو او عجبك الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، عشان طبعا لو في ناس عايزه تستفاد، وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان لو اي حاجه جديده بنزلها اول باول اشوفكم في شرح جديد. مع السلامه.